آخر حاجة عرفناها الحلقة اللي فاتت إن جول وتيس خدوا إيلين عشان يوصلوها للمبنى الحكومي اللي هيكون في انتظارهم جنود فاير فلايرز، ويعرفوا كمان إن إيلين مصابة بالفيروس بقالها 3 أسابيع وما تحولتش، وأعتقد إن هي دي الرسالة اللي مارلين وريتها لكيم، وكمان السر اللي قالته لإيلين، وإن دمها في العلاج للفيروس. فلو ما اتفرجتش على الحلقة الأولى ادخل شوفها وتعالى اتفرج على الحلقة التانية. يلا بينا. في بداية الحلقة هنتعرف على مصدر وبداية انتشار الوباء في مدينة جاكرتا في اندونيسيا. بتظهر الدكتورة إيبو راتانا أستاذة علم الفطريات في جامعة اندونيسيا وهي في المطعم، وقائد عسكري داخل عليها المطعم وبياخدها مع العربية وبيروحوا على مستشفى، فبيقول لها من فضلك شوف العينة دي وقولي لي هي ايه. فبتشوف العينة وبتقول له ده فطر كورديسيبس الثعباني، فبيقول لها العينة دي جايبينها من جسم انسان، فبتقول له استحالة الفطر ده لا يمكن يعيش جوه انسان. فبياخدها تشوف الجثة فبتكشف عليها، فبتفتح بقها عشان تاخد عينة. فاول ما شافت الفطر هو لسه عايش جواها خافت وجريت بره، فبتقول له امتى وفين حصل ده؟ فقال لها في مصنع دي غرب المدينه، في واحده هجمت على زمايلها فجاه وعضت 3 اشخاص فحبسوها، ولما الشرطه وصلت هجمت عليهم فقتلوها، وبالنسبه للي اتعضوا اتحطوا تحت الملاحظه بس تم اعدامهم هم كمان. فبتقول له مين اللي عضها وفي حد تاني مختفي؟ فقال لها ما نعرفش مين اللي عضها لحد دلوقتي، بس في حوالي 14 واحد مختفين. فقال لها احنا محتاجين لقاح او دواء للمرض ده. فبتقول له هي خايفه، انا بقالي سنين بدرس الفطريات فما فيش اي علاج او لقاح للوباء ده. فقال لها طب الحل ايه دلوقتي؟ فقالت له دمروا المدينة كلها، خلاص الموضوع خرج عن السيطرة، ده الحل الوحيد للتحكم في انتشار الوباء. نروح لجول وتيس وإيلين. فإيلين اول ما صحيت من النوم لقت جول وتيس صحيين، وجول رافع عليها السلاح وبيقول لها خليكي مكانك. فجول بيقول لها وريني دراعك، فبتوريهم دراعها مكان العضة وبتقول لهم انا مش مصابة. فتيس بتقول لها هي مارلين كانت هتعمل معاكي ايه وليه كانت مهتمة بيكي وما تكذبيش عليا والا هقتلك. فإيلين بتقول لها ان في معسكر تبع الفاير فلايرز موجود في الغرب، موجود فيه اطباء شغالين على القاح، وانا طلعت محصنة ضد الوباء ده فهروح هناك ياخدوا منا عينات ويصنعوا القاح، وده السبب ان مهمة بالنسبة ليها. فبيتحركوا عشان يوصلوا للمبنى الحكومي اللي جنود فاير فلايرز موجودين فيه. تيس بتقول لهم ان المبنى الحكومي على بعد 10 دقايق في الناحيه التانية من المبنى ده، بس ده خطر اننا ندخل جوه او نستخدم الطريق الطويل، امان شويه. فايلين بتقول لها انا هختار الطريق الطويل. فبيقرروا يمشوا في الطريق الطويل، فبيوصلوا للفندق فبيطلعوا فوق فلاقوا المكان مسدود والابواب كلها مقفوله. فتيس بتطلع من الفتحه دي عشان تفتح الباب، بعدها بدقيقه تيس فتحت الباب ودخلوا جوه. فلاقوا الشارع تحت مليان زومبي والطريق خطر يعدوا منه، فضوء الشمس بيجي على الزومبي فبيطلعوا صوت مع بعض. فايلين بتقول لها هما بيحسوا ببعض؟ فتيس بتقول لها ايوه بيحسوا ببعض، عشان فطر كورديسيبس بينمو تحت الارض، لو دوست عليها في اي مكان وفي زومبي في مكان تاني هيحسوا بيكي وهيعرفوا مكانك، انت مش محصنه من القتل فخلي بالك كويس. فبتقول لها طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح الطريق القصير؟ فبيروحوا عند متحف عشان يعدوا منه للناحيه التانيه. جول بيشوف الفطر فبيقول لهم الفطر ده بقى جاف، يعني الزومبي اللي جوه ماتوا اخيرا. فبيدخلوا جوه لقوا الزومبي ماتوا فعلا، فلقوا واحد ميت ومتشوه. فايلين بتقول لها مين اللي عمل فيه كده؟ فجول وتيس بيبصوا لبعض، فتيس بتقول له هي خايفه يمكن كان مصاب ودخل جوه، انا مش سامعه اي حاجه. فايلين بتقول لها انت بتتكلمي عن ايه وهتسمعي ايه؟ فجول بيقول لهم من دلوقتي هنطلع فوق واحنا ساكتين خالص، محدش يفتح بقه، يلا بينا. فبيطلعوا فوق وهم ماشيين السقف كان هيقع عليهم بس محدش بيتصاب. فبيسمع صوت زومبي فبيتحركوا بالراحة وهم مرعوبين. فإيلين اول ما شافته خافت وطلعت صوت فهجم عليهم.
جول عرف يهرب منه وراح لإيلين، فبيقول لها تعالى ورايا وهو ماشي يطلع صوت، فالزومبي هجم عليهم بس قدر انه يقتله. ففي زومبي تاني لسه هيجم عليهم تيس خبطته بالفاس في دماغه، فجول مسك السلاح وضرب عليه نار فقتله. إيلين اتعضت تاني فبتقول لهم عادي كان ممكن يحصل لحد فيكم، فتيس بتقول لهم يلا نخرج من هنا. تيس رجلها اتلوت فجول بيربطها فبيقول لها انا قلقان من العضه التانيه، يمكن الاولى ما اثرتش فيها والتانيه اتاثر فيها. فتيس بتقول له ما تقلقش وروح انت احرسها انا جايه وراك. فبيكملوا طريقهم للمستشفى الحكومي، فبيوصلوا هناك ما لقوش حد موجود، فجول بيروح يشوف المكان امان ولا لا، فلقى العربيه فاضيه. إيلين بتقول لهم هم موجودين جوه، فتيس بتاخد إيلين وبتدخل جوه وهي غضبانه، وجول بينادي عليها. فدخلوا جوه لقوا الجنود كلهم مقتولين، فتيس عماله تدور على جهاز لاسلكي وبتخبط في اي حاجه قدامها. فبتقول لإيلين هي مارلين قالت لك هتاخدك فين، فبتقول لها ما اعرفش مكان كده في الغرب. فتيس بتروح تدور على خريطه وبتقول لجول تعالى ساعدني، فبيقول لها لا خلاص الموضوع خلص هنرجع للبيت تاني. فبتقول له المكان ده مش بيتي انا مش راجع هناك تاني انا هستنى هنا. فإيلين بتقول له هي اتصابت بالفيروس، فجول بيقول لها وريني، فبتوريه مكان الاصابه وبتقول له خلاص مشوار انتهى. فبتقول لإيلين وريني مكان العضه، فبتطلع سليمه وما اتصابتش. فبتقول له جول انت شايف الموضوع طلع بجد، انا عاوزاك تاخدها لبيل وفرانك هيتولوا هم مسؤوليتها وهترتاح انت. فبيقول لها لا مش هيرضوا ياخدوها، فبتقول له هياخدوها عشان انت هتقنعهم، انا عمر ما طلبت منك خدمه قبل كده خلي بالك منها، من فضلك وافق. ففي زومبي بيصحى فجول ضربه بالرصاصه في دماغه، فالفطر وصل الرساله لكل الزومبي اللي في المنطقه فكلهم جريوا على هناك. فجول بيقول لهم احنا قدامنا دقيقه ويوصلوا. فتيس فتحت براميل البنزين عشان تفجر المكان، فبتقول له خدها وامشي انا خلاص انتهيت. فبياخد إيلين وبيجري من المكان. الزومبي بيوصل وتيس بتحاول تولع الولاعه فما بتولعش، ففي زومبي سمعها وراح ليها ووقف عندها، فالفطر دخل في بقها ففضلت تولع بالولاعه لحد ما اخيرا اشتغلت والمكان اتفجر فيهم. جول وإيلين اتحركوا ورايحين لبيل وفرانك، هنعرف في الحلقه الجايه هم مين وايه اللي هيحصل. فما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الحلقات الجايه، وما تنساش تقول لي رايك في المسلسل. سلام.